في حاجة فيه؟ لا مفيش، انا بس كنت عايز حد يشغل لي ماكينة القهوة عشان مش عارف اشغلها. طب يا حبيبي انا هاجي اشغلها. قهوة دلوقتي يا حبيبي؟ مصدع بس شوية ومش جالي نوم يعني. فرضتك سيف، انت كويس؟ مش عايز تقولي حاجة؟ لا مفيش حاجة. تصبح على خير يا حبيبي. مالك؟ حقنة ظهر ولا ايه؟ لا حالتي وبتاعي، انا سلبت انا نفسي من الحوارات دي. هو بس يعني تاتش ما بينها وبين البت شيماء. تحب اكلمها؟ او حتى هتهدي المحل ده، انا اخليها لك زي القمر. لا هي زي القمر لوحدها كده، ابعدي انت بس عنها. ابعد انا بس عنها؟ ماشي. حاجة علي، هو بس يعني تاتش ما كانتش شرطة في حاجة وهي تهز عليا. انت متأكد ان التاتش ده مع شيماء؟ هو مع شيماء، امال يكون مع مين؟ ماشي يا سيف. شفت بقى ما بتفك وتمسك العقل بتبقى عسل ازاي؟ بقول لك ايه؟ يا اخي المره اللي بعت الشغل دي ما تلزمنيش. يا حبيبي وحش.